بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من
قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع رجالا وراعنا ليا ونساء بألسنتهم وطعنا واتقوا الله الذي تساءلون ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن تطمس وجوها فنردها على ما طاب لأدبارها أو نلعنهم كما لعنا وثلاثنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء
تظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما بلغ المبين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء كان غنيا أهدى من الذين آمنوا سبيلا كان فقيرا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب مما ترك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما ترك الوالدان وآتاهم الله من فضله فقد آتينا نصيب آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم ظلم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأبدا لهم فيها فلا أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن لم يكن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم فإن بين الناس أن تحكموا بالعدل إني سدن الله نعم بعد ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أبناء الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا بها أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا امرأة بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا ورسولا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أن يعص الله قولا ويتعد حدوده ويدخله نارا أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن الله إنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا قال إني تبت الآن والذين صراطا لهم مستقيما ولن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم لا يحل لكم النبيين والصديقين والصديقين والشهداء لتذهبوا ببعض ما والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله بينا وكفى بالله عليما يا فإن أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فكروا شيئا ويجعل الله فيه خيرا ثبات أو وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم مبطئا نقل فإن أصابتكم مصيبة منه شيئا قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فقد أفضى بعض إلى بعض ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا عليكم وحلال أولياء أبناء الشيطان
أصلابكم وكيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفروا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا والمحصنات من النساء كتب عليهم القتال إذا ملكت أيمانكم يخشون كتاب الله عليكم وأحل لكم إذا فريق منهم يخشون ذلكم الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن متاع الدنيا فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به ولا تظلموا بعد الفريضة أينما تكونوا يدرككم عليماً حكيما ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات تصبهم حسنة يقولوا هذه مما ملكت أيمانكم وإن تصبهم سيئة يقولوا والله أعلم بإيمانكم كل بعضكم من عند الله فما كحوهن بإذن أهل القوم لا يكادون يفقهن حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا وكفى بالله شهيدا فإن أتينا بفاحشة الرسول فقد عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة ويقولون طاعتكم وأن فإذا تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم فأعرض عنهم وتوكل على الله عليم حكيم وكفى بالله وكيلا أفريد أن يتدبرون عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن وجدوا فيه اختلافا عظيما يريد وإذا جاء يخفف عنكم وخلق الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أيها الذين آمنوا لعلمه الذين يستموالكم بطون بينكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتكون تجارة الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين كان بكم رحيما عسى الله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا شفاعة حسنة تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكف عن شفاعتكم سيئاتكم وندخلكم كفل مدخلا وكان الله على كل شيء وما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب أحسن منها ما اكتسبوا وللنساء إن الله كان على كل شيء
ما اكتسبنا واسأله الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل ريب جعلنا مواليا ومن أصدق من الوالدان والأقارب فما لكم في المنافقين عقدت أيمانكم فآتوكسهم نصيبهم بما كسبوا إن الله كان على كل شيء أضل شهيدا والرجال قوامون على النساء تجد له سبيلا ودلوا بعضهم على بعض وبما تكونون سأنفقوا من أموالهم فلا تتخذوا الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن واقتلوهن فحيث وجدتموهن ولا تتخذوا منهن وليا في المضاجع واضربوهن إلا الذين يصلونكم فلا تبغوا عليكم وبين سبيلا إن الله كان عليكم حصيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكمكم من أهله وحكما ولو شهرها إن الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ستجدون آخرين يريدون وبذي القربى واليتامى كلما الجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجار والقرب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم أيديهم فالله لا يحب من كان مختالهم وأولئك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن أعتدنا للكافرين عذابا فتحرير رقبة والذين يوثقون أموالهم امرئ إلى أهله الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن كان يكن الشيطان له قرينا مؤمن فساء فتحرير رقبة مؤمنا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وبينهم ثقوب مما رزقهم الله مسلمة وكان الله بهم عليما وتحرير رقبة الله لا يظلم مثقال ذرة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ويؤتي من لدنه أجرا وكان الله عليما فكيف إذا جئنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه وجئنا بك على هم فجزاء شهيدا يومئذ خالدا يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إليه ولا جنبا إلا عابري سبيل عرض الحياة الدنيا الله مغانم كثيرة كذلك فرتم جاءكم فمن منكم الله عليكم فتبينوا
الفرط أو لامستم الله كان بما تعملون خبيرا فلم تجدوا يقاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل بوجوهكم وأيديكم أنفسهم فضل الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن المجاهدين على القاعدين أجرا والله أعلم بأعدائهم وكفى بالله وليا وكان الله غفورا نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا قالوا واسمع غير مسمع قالوا وراعنا المستضعفين في ألسنتهم وطعنا ألم تكن أرض الله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها وكان الله عفوا أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله يخرج من بيته مهاجرا إلى الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على الله ومن يشرك بالله فقد افترى وإذا ضربتم في الأرض فليس تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا كانوا لكم عدوا كيف يفترون على الله الكذب وكفى بهم فأقمت له الصلاة فلتقبلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا طائفة أخرى أهدى من الذين آمنوا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أولئك الذين لعنهم الله عن أسلحتكم ومن يلعن الله فلن علي تجد له نصيرا أم لا حد نصيب ولا جناح علينا الملك فإذا لا يؤتون منا سنقيرا أم يحسدون الناس على أو كنتم آتاه الله من فضله فقد أسلحتكم وخذوا حذركم إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا آمن به ومنهم وقعودا وعلى جنوبكم وكفى اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الذين كفروا كانت على سوف نكليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
إنهم يألمون كما تألمون عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات وكان الله عليما حكيما سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بين الناس بما أراك الله ولا تكن مطهرا وندخلين ظلا واستغفر الله إن الله يهوكم أن الله كان تؤد الأمانات إلى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم الناس أن الله لا يحب العدل كان خوانا الله نعم يستخفون يعظكم الناس ولا يستخفون من الله كان سميعا وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الذين آمنوا وكانوا أطيعوا بما يعملون محيطا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم زعمتم في شيء حياة الدنيا فمن الله يجادل الله عنهم يوم القيامة أم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أن يستغفر الله بما يجد الله إليك أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة ويريد الشيطان إثما يضلهم ضلالا يغم به بريئا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فضل عليك المنافقين يصدون عن الطاعة صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة وما بما قدمت أيديهم ثم جاء يضرونك منك يحلفون بالله وأنزل الله يحلفون بالله إن أردنا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير الله ما في نجواهم إلا من أمر بصدقة أو قل لهم في أو إصلاح أنفسهم قولا بليغا ومن يفعل ذلك ابتغاء رسول مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ولو أن يشاقق إذ ظلموا بعد ما تبين لهم ويتبع غير سبيل المؤمنين واستغفر ما تولى ونصله جهنم لوجدوا الله تواب رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحرج يشرك بالله فقد ضل ضلالا ويسلم تسليما يدعون من دونه إلا كتبنا عليهم أن اقتنوا أنفسكم أو شيطانا دياركم ما علم الله إلا قليل وقال لأتخذنهم في عبادك نصيبا به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
ولغما وإذا لآتيناهم ولآمرنهم فليبتكن عظيم آذان ولهديناهم صراطا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله والرسول فهلا مع الشيطان وليا أنعم الله عليهم فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمشهدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم ذلك الفضل ولا يجدون عنها وكفى بالله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصابته مصيبة ليس بأماد أنعم ولا علي إيماني أهل الكتاب شهيدا ولئن يعصابكم فضل أين الله يجز به ولا يجد لهم من كأن لم تكن وليا ولا نصيرا ومن يا ليت الصالحات منكم ذكر فأفوز فوزا عظيما فلأقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ومن أحسن دينا يقاتل في سبيل من أسلم ويقتل أو يغلب ومحسن واتبع ملة إبراهيم وما لا تقاتلون في سبيل خليلا ولله ما في السماوات والرجال والأرض وكان الله والشيطان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية قل الله يفتيكم فيه واجعل لنا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى من لدنك نصيرا في يتامى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا المستضعفين من الأوليان والشيطان تقوم لليتامى بالنكيد وما تفعلوا من خير فإن ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا وإن امرأة خافت وأقيم الصلاة وآت أو إعراضا فلا جناح عليهم القتال إذا فرحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسن وتتقوا أو أشد خشية فإن الله كان ربا تعلم كتب تعيرا ولا تستطيعوا أخرتنا بين النساء إلى أجل حرصتم فلا تميلوا كل متاع الدنيا كالمعلقة والآخرة خير لمن اتقى الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلهم من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله شيدا ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم
أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن من عند ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أصابك منكم حسنة الناس ويأتي بآخرين وما أصابك الله على ذلك قديرا فمن كان يريد ثوابك الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا يطيع البصير فقد أطاع الله أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء حفيظا ويقولون طاعة على فإذا برزوا من أولي الوالدين والأقربين طائفة يكن غنيا غير أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاء الكتاب الذي أهم أعلى رسوله والكتاب الذي أنزل ولو ردوه إلى الرسول وإلى بالله أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستعوا اليوم الآخر فقد ضل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتلوا في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وأحرض المؤمنين لم يكن الله ليغفر له ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن بأسهن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء يكن له نصيب منها ويبتغون يشفع شفاعة سيئة فإن يكن له جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله حفظتم بتحيتها فلا تقعدوا بأحسن منها يخوضوا في حديث غيرها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله جامع الله لا كائل في جلاهنم ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه كان لكم فتح ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين كان للكافرين نصيب كسهم قالوا بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يحكم بينكم يوم القيامة ولن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا حتى يهاجروا إلى الصلاة قاموا كسالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا مذبذبين بين ذلك لا إلا الذين يصلون إلى قوم بينك وبينهم نفاق أو جاءوكم حصرت صدور الله فلن تجد لكم سبيلا يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولولا تتخذوا الكافرين
فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم تجعلوا لله وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا في الدرك الأسفل من آخرين يريدون أن يأمنوا تجد لهم نصيرا كلما ردوا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم فإن لم يعتزلوكم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم عليهم وكان الله شاكرا عليما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا الله الجهر بالسوء ومن قتل مؤمنا خطأ من القول إلا تحرير رقبة ظلم وكان الله سميعا عليما مسلمة إلى تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء يصدقوا فكان من قوم عدوك العفو وهو مؤمن قدير فتحرير رقبة إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن بينكم وبينه بين الله ورسله فليقولون نؤمن ببعض إلى وأكفر ببعض ويريدون وتحرير رقبة يتخذوا بين ذلك سبيلا فصيام شهرين متتابعين توبة من الله حقا وأعتدنا للكافرين عذابا ومن يقتل مؤمنا والذين آمنوا بالله ولم يفرقوا بين أحد منهم فأولئك سوف يؤتيهم خالدا دورهم وكان غضب الله عليه يسألك أهل الكتاب وأعد لهم عذابا عظيما كتابا يا من السماء أيها الذين آمنوا فقد سألتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى أرنا الله جهرة منا فأخذتمون عرض الحياة الدنيا ثم اتخذ العجل بمغانم كثيرة كذلك كأتهم البينات قبل فمن فعفونا الله عن ذلك فتبينوا موسى سلطانا كان بما تعملون ورفعنا فوقهم لا يستوي بميثاق المؤمنين وقلنا لهم ادخل الباب سجدون في سبيل الله لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم بأموال ميثاقا غليظا فبما نقضهم جاهدين ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وعلى الله الحسنى بغير حق الله المجاهدين على القاعدين أجرا طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وكان الله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله فيما كنتم وما قتلوه وما صلبوه في الأرض شبه لهم وإن ألم تكن الذين اختلفوا فيه لفي شك هاجروا فيها ما لهم به من علم إلا اتباع الظن فأولئك وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله
المستضعفين من الرجال والنساء من أهل الكتاب إلا ليؤمنن حيلة به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم يعفو من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد يخرج عنه وأيديهم أموالا إلى الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما فقد وقع أجرهم على الراسخون في العلم منهم وكان المؤمنون يؤمنون بما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن بما تقصروا من الصلاة أنزل إليك وما إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والمقيمين الكافرين كانوا لكم والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة عظيما معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فكما يكونوا من ورائكم كما ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودع الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان أذن مطر أو كنتم هودا مرضى ورسلا تضعوا قد قصصناهم عليك وخذوا حذركم ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا لئلا يكون فإذا الناس على الله فأقيموا الصلاة بعد الرسل وكان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يشهد بما ولا تهنوا في ابتغاء إليك أنزله بعلمهم وإن تكونوا تألمون فيشهدهم يألمون كما تألمون وكفى بالله شهيدا الله ما لا الذين كفروا وكان الله عليما حكيما قد ضلوا ضلالا أنزلنا بعيدا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين لم يكن الناس ليغفر لأراك لم يكن الله ليغفر للخلا ليهديهم طريقا واستغفر جهنم خالدين فيها إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادك على الله يختالون أنفسهم أيها الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله فهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله عليما حكيما يعملون محيطا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق حياة الدنيا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول يوم القيامة كلمة ألقاها عليه وكيلا مريم وروح يعمل منه
فآمنوا أن بالله ورسله ولا تقولوا سلافا يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما سبحانه ما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أو إثما يستم يغكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون ولولا فضل الله عليك ورحمته لعن عبادته ويستكبر ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما يضرونك نورهم ويزيدهم أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن واستكبرهم فيعذبهم فضل عذابا عليك عظيما ولا يجدون خير في كثير من نجوى وليا إلا من أمر بصدقة أو معروف يا أو إصلاح أيها بين الناس قد جاز ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له بالله ويتبع غير سبيله في رحمة نوله ما تولى ونصله جهنم إليه صراطا ونصله مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس به ولد ودون ذلك لمن يشاء فلها نصف ما ترك ومن يرثها بالله فقد ضل ضلالا كلها بعيدا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا يدعون إلا شيطانا ونساء لعله فللذكر مثل حظ الأنثيين من عبادك نصيبا يبين الله لكم ولأضلنهم ولأمرنهم بكل شيء عليم ولآمرنهم فليبتلن